رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وهنروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حرص على الالتقاء بالجهاز الفني ولاعيبه الفريق الاول لكره القدم بعد التمرين النهارده الصبح واللي اقيم في التتش لشده طبعا من قدر الفريق وتحفيز اللعيبه قبل السفر بكره للجزائر استعدادا لمواجهه فريق وفاق سطيف الجزائري. كابتن خطيب عمل جلسه مع اللعيبه بعد التمرين الجماعي وده كمان اثناء تناولهم لوجبه الغداء واتكلم معاهم عن اهميه اللقاء وعن ضروره الالتزام بتعليمات الجهاز الفني وبذل اقصى جهد في لقاء وفاق سطيف الجزائري عشان يلبوا طموحات الجميع وموصل طبعا المشوار نحو التتويج باللقب الافريقي لاسعاد الملايين من جماهير النادي الاهلي. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان مجلس اداره النادي الاهلي كلف عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي برئاسه بعثه الفريق الاول لكره القدم واللي بتتوجه بكره ان شاء الله للجزائر استعدادا لمواجهه وفاق سطيف لا تقام يوم 23 اكتوبر الجاري في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. موقع الشروق كمان كتب ان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي اعلن قائمه الفريق للسفر بكره الصبح للجزائر استعدادا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري. ضمت القائمه 20 لاعب: محمد الشناوي، علي لطفي، احمد فتحي، هشام محمد، محمد هاني، ايمن اشرف، صبري رحيل، سعد سمير، سليف كوليباري، احمد حمودي، كريم ندبد، وليد سليمان، حسام عاشور، عمرو السليه، ميدو جابر، احمد حمدي اسلام، محارب، صلاح محسن، وليد ازار، ومروان محسن. وفي المقابل استبعد كارتيرون من القائمه مؤمن زكريا وناصر ماهر وشريف اكرامي واكرم توفيق وباسم علي وعلي معلول وجونيور اجيي. كورة كتبت وقالت ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان احمد فتحي المدافع الايمن للفريق هيخضع لكشف طبي في اول تمرين للفريق في الجزائر عشان يطمنوا على حالته. احمد فتحي غادر تمرين الفريق النهارده الصبح بسبب تعرضه للاصابه وده ضمن استعدادات طبعا الفريق قبل السفر للجزائر لملاقاته وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طبيب النادي الاهلي اكد ان اصابه فتحي عباره عن كدمه في الركبه. كمان في الجول قال ان محمد يوسف المدرب العام اكد ان فريقه والجهاز الفني مش مهتم باي حاجه حاليا غير بس التركيز في مواجهه وفاق سطيف الجايه. يوسف كمان قال ان مفيش اي صوت دلوقتي بيعلو على صوت لقاء وفاق سطيف وان اي ملفات تانية زي التجديد لاي لعيبه او التعاقدات او عروض مقدمه للعيبه مش بنهتم بيها نهائيا لان لقاء وفاق سطيف هو الاهم دلوقتي بالنسبه لنا. والمدرب العام كمان قال نعلم جيدا مدى صعوبه لقاء الفريق المقبل ورسالتنا للعيبه باستمرار اننا لم نضمن التأهل للنهائي بعد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم نهائي بطولة افريقيا علينا العملاق النادي الاهلي المصري والمشفى لهذه الساحل التونسي. كأس افريقيا مبروك 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 لقاء تحكيم الارقام القياسية.
كمان فيتو كتبت وقالت ان لاعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي خاضوا فتره تدريبات على ركلات الترجيح بعد انتهاء التمرين الجماعي للفريق النهارده السبت واللي اقيم على ملعب التتش في الجزيره. باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حرص على تدريب اللعيبه على ركلات الترجيح بعد انتهاء تدريبات الكوره، وبيستعد الاهلي طبعا لمواجهه وفاق صديق الجزائري في اياب الدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا المحدد ليها يوم الثلاثاء اللي جاي على ملعب 8 مايو في الجزائر. كمان بوابة الوفد قالت ان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي حرص على ايقاف التمرين الصبح للفريق اكثر من مره عشان يوجه للعيبه جوه ارضيه الملعب، وكمان عشان يتاكد وياكد على تنفيذ تعليماته وبعض الجمل التكتيكيه اللي عنده رغبه في تنفيذها وعلاج كمان الاخطاء. كارتيرون ركز برضو على الجوانب التكتيكيه والضغط على الخصم في جميع ارجاء الملعب واستخلاص الكوره، وقاد مايكل ليندمان حسين عبد الدايم مدرب الاحمال في النادي الاهلي تدريبات بدنيه بالكوره، وطبعا على جوانب اخرى من زياده الاحمال لمده 40 دقيقه مع بدايه التمرين الجماعي. ان شاء الله نعيش دور نهائي رائع جدا بين العملاقين النادي الذي سيقسم من تونس والنادي الاهلي المصري. هوبا يا يا فلافيو سبعة دور يا شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد مدعب، مرتدة، تصوير، وجول جول 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 محمد أبو دريكة في تتويج النادي الأهلي للمرة الخامسة في تاريخه. ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة. موقع المصري اليوم كمان قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي اكد على جاهزيه الفريق لمواجهه وفاق صديق الجزائر. يوسف قال الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون حرص على مشاهده العديد من مباريات الفريق الجزائري الاخيره للاستعداد لمواجهه العوده. المدرب العام اكد انه بيتمنى ان يحالف اللعيبه التوفيق في مباراه وفاق صديق الجزائري عشان يقدروا يستكملوا مشوار الفريق بنجاح في البطوله الافريقيه، والاكيد هدف رئيسي للجميع من أجل استعادة اللقب الأفريقي وتمثيل القارة في كأس العالم للأندية. مكملين مع اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. وبوابه الاهرام قالت ان محمد نجيب وجونيور اجايي لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي وصلوا اداء التدريبات التاهيليه على هامش تمرين الفريق الاحمر المقام على استاد مختار التتش في الجزيره. ادى نجيب واجايي تدريباتهم التاهيليه بالجري حوالين الملعب عشان يتعافوا من الاصابه. نجيب بيعاني من الاصابه بقطع في غضروف الركبه، وبيعاني اجايي من الاصابه بقطع في الرباط الداخلي للركبه، اتعرض ليه في مباراه الفريق الاحمر امام تاونشيب البوتسواني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان الفريق الاول لكره اليد رجال في النادي الاهلي بيستعد اليوم السبت لمواجهه نظيره فريق راد ستار الايفواري يوم الاحد
في الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري واللي بتقام بالكوت ديفوار. بيتدرب الفريق مساء اليوم بعد أن تغلب أمس على نظيره فريق فاب الكاميروني في أول مبارياته في البطولة. بيرغب الجهاز الفني في تجهيز اللعيبة لمباراة الغد بشكل مناسب، وبيخوض اللاعبون تدريبات استشفائية في ظل الإرهاق الشديد نتيجة طول رحلة الطيران خلال معسكر الإعداد والإقامة الفريق في المغرب استعدادا للبطولة.